حالة ترقب وغموض تسود المشهد في تونس بعد مرور قرابة الشهرين على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية في البلاد، غموض أسهم في تزايد المطالب الشعبية والسياسية بضرورة توضيح الرؤية وتأليف حكومة في أقرب وقت والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة. عدم الفعل في الساحة السياسية والاجتماعية ولد نوعا من القوة المضادة لدى خصوم قيس سعيد الذين عزلهم أو حيدهم ليلة 25 جويلية. تواصل تكتم سعيد عن تفاصيل برنامجه للمرحلة المقبلة فتح الباب أمام التأويلات والتحذيرات وزاد من مستوى القلق في داخل تونس وخارجها، ما دفع بوزير الخارجية التونسي مجددا إلى توجيه رسائل طمأنة خلال حوار تفاعلي لمجلس حقوق الإنسان وتأكيده بأن لا رجوع عن الديمقراطية في تونس وأنه لا مجال لمس الحريات فيها. إن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة، وعلى غير ما يتم الترويج له من قبل بعض الأطراف لم يتم المساس بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وحرية التنظم. ومن المتوقع أن تنظم هذا السبت أول وقفة احتجاجية مناهضة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد. تململ لدى المساندين للرئيس وقلق لدى الخصوم بعد أن طال الانتظار للخروج من حالة التدابير الاستثنائية وما رافقها من غموض حول مسير البلاد، مشهد يحتم اليوم على الرئيس ضرورة المرور إلى الخطوة التالية بأسرع وقت ممكن. سميحة البغنمي، تونس، الميادين.